هاي أهلا وسهلا فيكن بتك بتك. هيدا الفيديو سبونسورد باي أوت كيكت يلي عطاني الجالكسي S22 ألترا. هيدا الفيديو منو ريفيو، هيدا بس فيرست إمبريشنز عن الأنبوكسينج. شكله كتير حلو، بس فتحت بوكس تبعه بيجي معه شريط USB-C وأكيد السيم كارد ريموفل تول، بس بدون تشارجر ثانكس أبل. والبوكس باي ذا واي كتير روعة. هون وقتها دورته بلشت السيت اب يلي هي شيء كتير بروسس طويل، واطول شيء كان هي النطره يلي هلا عم تشوفوها قدامكم. هيدي النطره كتير طولت، اطول مره بنطرها بحياتي. وقتها كتبت لي يور اول سيت اب كتير انبسطت. الهوم سكرين هي الهوم سكرين يلي كل العالم معود عليها بالسامسونج، جريت، ما في شيء غلط هون. في كم شغلة شوي عندي تعليق عليها بالريفيو يمكن بتشوفوه. اسألوني إذا بدكم تعرفوا حيالله شيء عن هذا التليفون، يحوم معي وبقي معي لبكرة بالمبدأ قبل ما رده أرجع لأوت جيك. وميرسي كتير لأوت جيك لأنه عطاني هذا التليفون. هذا ريفيو يونت منه لإلي، إذا بدكم تشتروا في منه براند نيو وأوبن ووكس بالويب سايت فيكم تشوفوه outgeeked.net. Again, إذا عندكم حيالله سؤال let me know وأنا بجاوبكم بكره.